الحمد لله القائل في كتابه العزيز: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يجري أجرهن على العبد بعد موته وهو في قبره: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غاس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا صالحا يدعو له، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. موضوعنا اليوم هو موضوع هام يكشف عن جانب عظيم من الجوانب الحضارية والإنسانية في ديننا العظيم، وهو موضوع النفع العام أو عموم النفع أو تقديم الأعم نفعا على الأخص، وهذا أمر راسخ في أدبياتنا الإسلامية، وبينته بوضوح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: سبعة، سبعة أي سبعة أشياء أو أفعال يجري أجرهن على العبد بعد موته، أي أن ثوابها لا يتوقف على حال الحياة، بل ما دام العمل قائما يظل الثواب يرفع من درجات صاحبه إلى يوم القيامة. ما دامت الدنيا قائمة فثواب هذه الأمور لا ينقطع. أولها من علم علما، وطبيعي أن يأتي ذلك على العلم النافع الخالص لله الذي لا يكون لصاحبه هدف ولا غرض إلا مرضاة الله عز وجل. إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، ومن عمل عملا أشرك فيه غير الله فليطلب أجره من عند غير الله، فإن الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا لله وللرحم، فهو للرحم ليس لله منه شيء، ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم، فهو لوجوهكم ليس لله منه شيء، إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. من علم علما خالصا لله يبتغي به مرضاة الله عز وجل، أو أجرى نهرا، شق نهرا لسقيا الناس أو لسقيا دوابهم أو لري زراعاتهم، سواء أقام به شخص أو مجموعة أو دولة، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غاس نخلا.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من إنسان، ما من مسلم، ما من إنسان يزرع زرعا فيأكل منه طائر أو بهيمة أو إنسان إلا كان له بها صدقة. وهنا نقف عند معنى هذا الحديث: ما من إنسان يزرع أي زرعة، أي نوع من أنواع الزرع، فيأكل منه طائر أو بهيمة أو إنسان إلا كان له به صدقة، حتى ما أخذ منه أو ما سرق منه رغم ما كان فهو له صدقة، طالما أنه تعب في هذه الزراعة، لأنه يؤدي إلى النفع العام. وهنا وقفتان: الأولى صاحب الزرع ومن عاش في القرى، وربما بعضكم منها، إنما يجتهد في المحافظة على زرعه، هو لم يزرع الزرع أصلا ليأكله الطير الشارد، وإنما يجتهد في المحافظة عليه. ومع ذلك إن أكل الطير أو اعتدى حيوان أو إنسان فهو له صدقة. ثم إنني أفهم الحديث أوسع من ذلك: حتى لو باع زرعه، حتى كل ما يباع وما ينتج من هذا الزرع، لأنه يطعم ولأنه يشقى ولأنه يجتهد ولأنه ينفع الآخرين، حتى إن بعت الزرع فكل من يأكل، مع أنك قبضت الثمن ومع أنك أخذت الأجر، يظل لك صدقة العمل وصدقة إطعام الجائع وإطعام الحيوان وإطعام الطير. فكل ما خرج من الأرض نتيجة جهد قمت به لنفع الإنسانية هو في الواقع صدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين أكل الطائر والإنسان غصبا أو بيعا أو شراء، وإنما جاء اللفظ عاما: ما من إنسان يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه، سواء كان مشترى أو أكل الطير رغما عن كل ما أكل منه، ما أكله طائر أو إنسان أو حيوان، فهو لك صدقة، لأنك تعمل عملا عاما ينفع الناس جميعا وتقدم الخير للناس. سبعة يجري أجرهن على العبد بعد موته وهو في قبره: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غاس نخلا، أو ما في حكم النخل. ليس الحديث يقف عند يضرب النبي صلى الله عليه وسلم نماذج لنقيس عليها: أو غاس نخلا، أو بنى مسجدا، بنى مسجدا، أو بنى مدرسة، أو بنى مستشفى، أو بنى سكنا لإيواء مشردين أو أيتام. من فعل الخير، وعندما تكون حاجة الناس إلى المساجد أشد يتقدم بناء المساجد، وعندما تكون حاجة الناس إلى المستشفيات أو المدارس أشد، ففقه الأولويات يقدم ما هو أولى بالنفع وأعم بالنفع وما كانت الحاجة إليه أشد. من بنى مسجدا أو مدرسة أو أسهم في بناء ذلك، أو ورث مصحفا أو كتاب علم صحيح لا يبتغى به إلا وجه الله، أو ترك ولدا صالحا يدعو له. وفي الحديث أيضا: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أيا كان. وهنا جاء لفظ الصدقة عاما، كل أنواع الصدقات: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لماذا؟ لأن هناك فرقا بين من يربي أبناءه على الصلاح وعلى التقوى وعلى العمل وعلى الانتماء للأوطان، ومن يترك أبناءه هملا للضياع، يكونون عالة على دينهم وعالة على أوطانهم وعالة على الإنسانية. فأنت ونيتك في تربية ولدك إن اهتممت به وقمت على تربيته وقدمت إنسانا واعيا يخدم دينه ويخدم وطنه ويخدم الإنسانية، فأنت هنا تقدم عملا عظيما يبقى أثره لك بعد موتك. أما إن تركت أبناءك للضياع فلن تجني من الشوك العنب، ومن ضاع شوكا أو من ضاع حنظلا
لا يجني إلا مرا وحنظلا. وقد قالوا الناس للناس، الناس للناس ما دام الوفاء بهم، الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات، يوم لك ويوم عليك. الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات، لا تقطعن يد المعروف عن أحد، لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر، لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر، والأيام تعات. واذكر صنيعة فضل الله، واذكر صنيعة فضل الله أن جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات، كم مات قوم، كم مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. وقد قالوا ما استحق أن يولد من عاش لنفسه، وخير الناس أنفعهم للناس. أقول قولي هذا، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الفهم لديننا. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى. الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، ولكل أمة رجالها، ولكل عصر رجاله، ولكل دولة رجالها وأبناؤها الأوفياء الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأختم بموقفين، الأول لسيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه في عام الرمادة، وكان عام شدة، وكان الناس في شظف وشدة من شؤون العيش، وجاءت قافلة من الشام في نحو 1000 من الإبل محملة بالغذاء من البر والشعير والزيت والزبيب، وما أن علم تجار التجار بوصول القافلة حتى أصرعوا إلى سيدنا عثمان بن عفان. قال لهم ما بكم، ما الذي جاء بكم؟ قالوا إنك تعلم ما نريد، لماذا نأتي إليك؟ جئنا لنشتري منك هذه القافلة. قال لهم حبا وكرامة، كم تربحونني فيها؟ وكان الناس في حاجة ماسة تصل إلى درجة الضرورة إلى الطعام، حتى أن بعضهم من شدة ما أصابهم كانوا يأكلون أوراق الشجر. فقالوا له نعطيك بكل درهم درهمين، أي نعطيك ربحا 100% من رأس مالك. فقال لهم هناك من أعطاني أكثر من ذلك. فقالوا نعطيك بكل درهم 4 دراهم، 400%. قال هناك من أعطاني أكثر من ذلك. قالوا نعطيك بكل درهم 5 دراهم، 500%. فقال لهم هناك من أعطاني أكثر من ذلك. فقالوا له يا عثمان ما سبقنا إليك أحد،
وما بقي أحد بعدنا من تجار مكة، فمن الذي أعطاك وكم أعطاك؟ قال: أعطاني ربي بكل درهم 10 دراهم إلى 700 ضعف ويضاعف لمن يشاء. فهل تعطونني أو هل تستطيعون أن تعطوني مثل ما أعطاني ربي؟ وما عندكم ينفد وما عند الله باق. قالوا: لا يا عثمان. قال: أشهدكم أن الإبل بما عليها هي لله وقفا على الفقراء والمساكين والمحتاجين. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولو تعاوننا وتراحمنا وتكافلنا ما بقي بيننا جائع ولا محروم ولا مسكين. وكان الإمام علي رضي الله عنه يقول: إن الله عز وجل قسم أقوات الفقراء في أموال الأغنياء. إن الله عز وجل قسم أقوات الفقراء في أموال الأغنياء، فما جاع فقير إلا بشح غني. فإن وجدت فقيرا جائعا فاعلم أن هناك غنيا مقصرا لم يخرج حق الله عليه. ولو شاء ربك لأغنى الناس جميعا من فضله، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله عند أقوام النعماء أقرها لهم ما كانوا في حوائج الناس، ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإن ملوهم حولها عنهم إلى غيرهم. ديننا دين الإنسانية، دين التراحم. ولو طبقنا مبدأ النفع العام وعموم النفع لعلمنا أن الإسلام يؤسر المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. وعندما ضاق مكان المسجد الحرام عن المصلين، طلب سيدنا عمر بن الخطاب ممن كانت بيوتهم مجاورة للبيت الحرام أن يبيعوا بيوتهم لتوسعة المسجد الحرام. ولما وجد من بعضهم رفضا في البداية قال لهم، أجبرهم على ذلك، وقال لهم: أنتم الذين نزلتم على الكعبة والكعبة لم تنزل عليكم. الكعبة هي التي كانت موجودة، وأنتم الذين جئتم إليها ولم تكونوا أنتم موجودين، ثم جاءت الكعبة، ثم جاء سيدنا عثمان فأراد أن يقوم بتوسعة جديدة، فوجد معارضة من بعض الناس، فقال: إنما جرأكم علي حلمي، إنما جرأكم علي حلمي عليكم، وقد أجبركم عمر بن الخطاب على إخلائها، ولا أحملنكم على ذلك. وحملهم لأن المصلحة العامة تتقدم على المصلحة الخاصة شريطة تعويض أصحاب الملكيات الخاصة عن أملاكهم بالقيمة العادلة. هذا هو ديننا. ولكن للأسف الشديد بعض الجماعات المتطرفة والمتشددة
وعلى مضائع عقود كثيرة وطويلة ابتعدت بنا عن هذه المعاني السامية والأخلاق الراقية والفهم العظيم إلى ما يخدم مصالحها ويخدم أيديولوجياتها، وكانت عبئا على دينها وعبئا على أوطانها وعبئا على مجتمعاتها، لأنها قامت بعمليات اكتزاء وانتقاء تخدم مصالحها وتخدم أغراضها. وعلينا بفضل الله أن نستعيد خطابنا الوسطي الرشيد المستنير، وألا نسمح لمتطرف أو متشدد أو جاهل أو غير واع أو غير متخصص أن يختطف عقول أبنائنا. وكفى ما كان، وعلينا أن نكون أكثر يقظة وأن نبذل الجهد في التعليم والتعلم والفهم الصحيح لديننا، فديننا دين عظيم ظلمه المتاجرون به والجهلة من بعض المنتسبين زورا إلى العلم دون أن يفهموا مقاصده العليا ومقاصده السامية. وفي ختام حديثي، من حسن الطالع أن يأتي ذلك اليوم مع احتفال محافظة الإسكندرية بعيدها القومي، فنهني كل أبنائها بهذا اليوم، ولعل ذلك أيضا يتزامن مع افتتاح أول اجتماع لمجلس الوزراء بمدينة العلمين. والأمر ليس مجرد افتتاح ولا مجرد مدينة، وإنما هي على كيلو على مسافة ليست بالبعيدة عنكم. علينا أن ندرك أننا أمام مصر تبنى من جديد كدولة منطلقة نحو المستقبل. من يريد فليذهب إلى مدينة العلمين الجديدة أو الجلالة الجديدة أو أسيوط الجديدة أو أسوان الجديدة أو العاصمة الإدارية الجديدة، ليدرك أننا على بداية الطريق الصحيح، وأن كل ما يقوي الوطن هو من صميم مقاصد الأديان. وندين لله بأن مصالح الأوطان وبناء الأوطان واستقرار الأوطان من صميم مقاصد ديننا الحنيف. فالدين لا ينشأ في الهواء الطلق، ولا بد له من وطن يحميه، والدين لا ينتشر ولا يكون إلا في وطن آمن مستقر. وأروني حال الدول التي سقطت في الاقتتال والاحتراب والفوضى. لا يمكن. من الذي ينشر الدين الصحيح والفهم الصحيح في مكان يعمه القتل والاحتراب والخلافات والفوضى؟ الدين لا ينشأ إلا في وطن آمن مستقر. فاستقرار الأوطان أكبر خدمة للأديان، وأعداء ديننا يريدون لمنطقتنا ولدولنا أن تقع في الفوضى التي لا تبقي ولا تذر. وفهمنا الصحيح للدين هو الذي يمكن أن يفوت الفرصة على هؤلاء المتربصين بنا. أسأل الله أن يجعل مصرنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته. ولا هما إلا فرجته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا سددته، ولا مدينا إلا سددت عنه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرت أمرها يا رب العالمين. اللهم جملنا بسترك في الدنيا والآخرة. اللهم جملنا بسترك في الدنيا والآخرة، ولا تفضحنا على رؤوس الأشهاد، واسقنا عند الحوض بيد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.